يمكن الاتجاه للدولة حاليا هو فكرة الاهتمام بالنشأة. امبارح كان في احتفالية لعرض منجزات برنامج خلق بيئة داعمة للنشأ في مصر خلال ال5 سنين اللي فاتوا، والبرنامج ده تم إطلاقه في 2017 بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. أكثر من 570 ألف من النشأ والشباب من سنة 2018 حتى سنة 2022 تم تدريبهم في برنامج مشواري اللي بيستهدف تمكين الشباب، وتم إطلاق حفل الختام بالقاهرة بمشاركة الفئات المستفيدة من البرنامج اللي نفذته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومنظمة يونيسيف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية. يسعدنا الاحتفاء بإنجازات مشروع خلق بيئة مواتية لتمكين الفتيات في مصر والممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 4.6 مليون دولار. تعاونت حكومة الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع هيئة اليونيسيف والحكومة المصرية لتمكين الفتيات والشابات في صعيد مصر لتزويدهن بالمهارات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، ومنها التوظيف والتوجيه المهني، بالإضافة إلى أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ملتزمة بتمكين الشابات والفتيات المصريات من الحصول على الفرص التعليمية والاقتصادية التي يحتاجن إليها من أجل مستقبل ناجح. من خلال هذا البرنامج عملت يونيسيف مع الشركاء وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والعديد من الوزارات المعنية بدعم سخي جدا من الوكالة الأمريكية للتنمية، ونحن سعداء بما تحقق من هذه الإنجازات في محاور البرنامج والتي شملت محور اكتساب الفتيات والشباب للمهارات الحياتية، وأيضا تم ذلك من خلال مبادرات وطنية مهمة مثل مبادرة برنامج مشواري، ويشمل المحور أيضا الحماية للبنات والأطفال وهذا جزء مهم جدا، وأيضا تم العمل مع الكثير من النشأ لتنمية مهاراتهم ولاكتساب خبرات لها علاقة أيضا بالحفاظ على البيئة، كما شاركوا في قمة المناخ. ونحن نشكر الوكالة الأمريكية للتنمية على دعمها لهذا المشروع لأنها ساهمت في هذه الإنجازات جميعا. وخلال فعاليات الاحتفالية تم استعراض العديد من البرامج اللي بتعمل على خلق بيئة داعمة للنشأ في مصر، ومنها برنامج مهارتي لياقتي اللي بيستخدم الرياضة باعتبارها أداة لتعزيز التكافؤ والمساواة بين الفتيات والأولاد، بالإضافة لبرنامج مشواري اللي شارك فيه عدد كبير من محافظات الجمهورية. البرنامج هو توعية وتنمية للأطفال اللي هم من سن 10 ومكملين لسن الشباب اللي هو 25 سنة. التدريب ما بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف العالمية طبعا. احنا بنتدرب على تنمية المهارات، احنا الأول كسفرة احنا الأول اتدربنا تنمية مهارات حياتية وتي او تي، وخدنا تدريبات يعني مكثفة عشان نوصل لمرحلة ان احنا نبقى مدرب. فبعد كده دربنا أطفال من سن 10 ل 14 سنة، دي الفئة اللي احنا مستهدفينها بس كسفراء، بعد كده في فئات تانية مستهدفة بس يكونوا طبعا مدربين أكبر وكده. التدريبات أصلا خاصة بمشواري من البداية أنا كنت مستفيد قبل ما أبقى سفير أصلا، أو قبل ما أنا أبقى مدرب في برنامج مشواري على أساس إن أنا أدرب الأطفال من سن 10 ل 14 سنة. انا كنت ناشئ برضو، كنت سفير او كنت مستفيد قبل ما ابقى سفير، استفدت ان انا بقى عندي السكيلز ان انا اقدر اتكلم، ان انا اقدر يكون عندي المهاره ان انا اوظفها صح. برنامج مشواري بيدينا كمان شهاده من وزارة الشباب والرياضه ومنظمه اليونيسيف، شهاده قويه ومختومه بتضيف لي في السي في حاجه قويه وبالنسبه لي كويسه. برنامج مشواري ان احنا بندرب النشأ على مجموعه من المهارات الحياتيه، فده كان حاجه حلوه ان انا بغير حاجه في الطفل، بغير سلوك معين فيه الطفل بيتاثر بيه، بيروح البيت بيحكي لاولياء الامور، واولياء الامور بتتواصل معانا بتقول لا انتوا ازاي عملتوا كده في طفلي، ده انا طفلي كان ما كانش مثلا بيعرف يتكلم، عارف يتكلم، ما كانش بيتواصل مع زمايله، ما كانش يفكر بطريقه ايجابيه، فاحنا بنغير فيه بعض من المهارات دي، وخاصه اولياء الامر بعد ما الطفل بياخد
التدريب مش بيكتفي بمرة واحدة، لا ممكن يتواصل معك تاني يقول لك طب هو ممكن يحضر تاني حتى لو مش هياخد شهادة تدريب مشواري، لا يحضر بس الاستفادة عشان دي بيقضي وقت ممتع، بيحب ان هو ياخد التدريب ده، بيشارك في أنشطة حلوة، فده كان حاجة حلوة ان انا اترك اثر في حد، ودي احلى حاجة اللي هو انت ترحل والاثر ده يقعد، يتقابل الطفل في اي مكان بيقول لك لا شكرا ليك، شكرا لمشواري ان هو عمل فيها كده او غير فيها ده. كان طيب معين بنتدرب عليه، وتم اختيارنا ان احنا في اخر يوم في التدريب كان لمدة 10 دقايق كل واحد بيتكلم عن حاجة معينة، بيكون اون ستيج هو الملك القاعة، وتم اختيارنا تقييمنا بناء على ده اللي هو اكتر واحد مثلا واثق في نفسه، كان في مهارات معينة بالنسبة للمحاضر اللي هيتم اختياره كسفير، لازم يكون واثق في نفسه، لازم يكون بيعرف يدير القاعة، لازم يكون قادر ان هو يكلم ويتحاور مع الحضور ويوزع الادوار على التانيين. كان في اساليب كتيرة لاختيارنا كسفير. انا الاول حضرت التدريب لمدة 4 ايام، كان في سفارة المعرفة في جامعة الزقازيق، كان تبع وزارة الشباب والرياضة. بعد ما حضرت التدريب في 2020 حصل تصفية وحصل تدريب التي او تي، وبناء عن التي او تي اللي يصلح يكون ان هو سفير او مدرب ويقدر يوصل المعلومات لباقي الاعمار اللي هو من سن 10 ل 14 سنة، وتم اختيارنا على مستوى المحافظة حوالي 30 شخص. يعني استفدنا حاجات كتير من البرنامج. اولا البرنامج كان بيشتغل على مهارات فعلا بتغير من سلوكنا زي التفكير الابداعي، وزي مهارات تاني زي السيطرة على الافكار السلبية، وكمان مهارات التواصل اللي فرجت معانا جامد، ان احنا كمان نقدر نتواصل ازاي ممكن نغير من حياتنا، نغير من انفسنا، وكمان ان احنا ننقل التأثير ده لاقاربنا واصحابنا وغيرهم. يعتبر مشروع مشواري خطوة مهمة على طريق تحقيق رؤية اهداف التنمية المستدامة مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بتمكين الشباب وانخراطهم ومشاركتهم على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وبيطبق المشروع في عدد من محافظات صعيد مصر منها أسوان وقنا وسوهاج والمنيا وبني سويف.